بموسم 2021 2022 هنيئا. وصفة بطلة العالم في تركيا. الآن احنا متواجدين في كأس العرش ومحتفلين بطبيعة الحال بعيد عرش سيدنا الله ينصرو اللي الدورة ديالو 23. كنبغي نهنئوه وكنهديو ليه هذا الفوز هذا، تنقولوا ليه نحن معك يا سيدنا يا جلالة الملك يا قائدنا، احنا كنبغيو وكنحبوك من القلب، وحنا بقاو نتفاطوا باش نشاركوا هذه الراية الوطنية في الألعاب الأولمبية وفي أي تظاهرة عالمية. كنهديو هذا الفوز بطبيعة الحال لرئيس الجامعة الملكية سي جواد بن الحاج اللي بدوره ساهر على هذا على التنظيم صراحة على قدم وساق. كنشكرو الطاقم التقني سي فضلي مدرب الفتح الرياضي، وكنهدي هذه الميداليه ايضا للنادي ديالي هو الفتح الرياضي. شكرا لكم، شكرا للصحافه اللي حاضره معنا. بالنسبه للنزال يعني كنهن في القطاع اسماء من نادي كوكب مراكشي، كنقول لها شكرا على هذا النزال هذا، وصراحه يعني نزال كان مزيان بالنسبه لي انا يا يعني من بطولة العالم لعبت بطولة المغرب ولعب كأس العرش، وأي نداء المنتخب الوطني باش نمثل النادي ديالي باش نمثل الخميس الوطني نغلب به. عاش الوطن عاش الملك الله الوطن الملك. معكم حمزة البرباري، وزن 71 كيلوغرام، من نادي الفتح الرباطي. الحمد لله اليوم فزت بلقب ديال كاس العرش في هذا الموسم هذا، انا فرحان بزاف، لعبت مع ابطال في مستوى استطاع باش نفوز عليهم. الحمد لله هذه الامسيه كانت امسيه رياضيه، كان جو رياضي. الحمد لله مزيد من التالق ان شاء الله، وكنتمنوا باش نواصلوا في هذا العمل باش نحققوا شي ميداليه في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله اللي غتقام في باريس 2024. كنشكر الجمهور اللي جا ساندني، وكنشكر كل من واحد جا هنا وشجعني، وكنقول لهم ان شاء الله انا جاي بقوه ان شاء الله، وان شاء الله غادي نقول الكلمه ديالي في 2024 ان شاء الله. شوف هذا الانتصار هذا ما كانش بالسهل صراحه، شوف هذا الشيء اللي خدمنا عليه بزاف، وكان وقع لي واحد المشكل في الشامبيونه، والحمد لله كنشكر الاخ ديالي الوالد ديالي الوالده هائل شي، والمدربين ديالي ما السبب في هادشي اللي وصلت ليه، والحمد لله على كل حال. وهادشي اللي كاين مستوى الفني ديال المقابله كيفاش مستوى مولا كنعاش معاه هو مولا كيمزيان، والحمد لله كلشي داز مزيان، هادشي كامل بسبب التدريب الا خدم شي راه غتعطيك الحمد لله. هاو المدرب ديالي سميه ديال ادريس غرومي جمعيه نادي الشعب، الحمد لله شكرا لكم بزاف. السلام عليكم، انا اول حاجه كنبغي نشكر الجامعه الملكيه على التنظيم اللي دار، دارته الرائع، وكنبغي نشكر الملاكم ديالي صراحه اللي هذا الفوز هذا جا عن اثر واحد الخدمه ديال العام طويل، وان شاء الله ربي ما خيبناش، وكنتمناو بالله النجاح في قادم النزالات ان شاء الله. شكرا.